الإنسان كذبة كذبة ما إلها أثر في المجتمع، لا كذب هذا ما بيتدارك، ولكن بعض الذنوب فيها تدارك. الإنسان يجب عليه الصلاة، ما صلى صلاة الصبح، هو عندما يقوم من النوم يقضي صلاته. وأتبع، هذا في الحديث، وأتبع السيئة الحسنة. واحد إذا سوى سيئة يسوى حسنة بعدها تمحها، الله واسع كريم يقبل التوبة من عباده. واحد قام المنبه نبهه، قام وسد المنبه، ما قام لصلاة الصوم كما يفعله كثير من الشباب، وهذا ذنب. عندما يقوم يستغفر الله تعالى ويقضي صلاته، وإذا يسوي حسنة أيضا. وأتبع السيئة الحسنة تمحها،